السلام عليكم، كي داير الاخوه؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كل شيء بخير، صحه لاباس. واش نقول لكم؟ لا كيما نقول لكم، نعاود لكم على القصه ديال واحد خينا البارح. نجلس معايا في القهوه واحد صديق قديم تلاقيت معاه صدفه، وكيف تيقولوا صدفه خير من الف ميعاد. السيد كان قرا معايا في لافاك قديم، هو هذاك السيد. المهم انا هو ما كملش لافاك ولا دار جيستيون طيليير تسير الفندقي. والمهم ومن بعد ما بقيتش عارف كاع فين مشى هكذا كذا. البارح جلس في واحد القهوة في الكليز هو ويبان ليا انا ماشي الا ماشي انا شفتو هو اللي شافني. انا ديك الساعة خاشي وجهي في التليفون تنخلى هذاك تنقي العدس تنقب في التليفون بحال هكا، وي شت بحال لاحظت بحال شي واحد تيشوف جهتي وانا نهز عليه ولا ويبان ليا كاع السلام عليكم ولا نوض عندو. عرفتي حتى المغربي ديالنا حنا عندنا شي شوية الحنان كدا. شت صديق قديم نوضت عندو عوض ما وبقى جالس، راه ديجا هادي شوكاتني ما تسوقش لها. بقى جالس سلمت عليه اهلا بخير لاباس، بقى جالس قلت ليه بخير، قال لي لاباس عليك وجي بخير، قلت صحة لاباس كاش. المهم قلت له ويقول لي جلس جلس تقهوى معايا، قلت له اجي انت تقهوى معايا، اجي جلس معايا انت تقهوى وينوضي. المهم هو لا كفرني الناض، هو رجع عندي الطبلة ديالي، دونك وليت نسيت انا هذاك الفلاش ديال انه جالس وانا واقف تنسلم عليه. قلت له انا لا اجي انت جلس معايا في الطبلة ديالي. صافي لا جا جلس معايا. كي داير هانيك وشي بخير صحه لاباس باقي درتيش باقي كذا؟ قال لك انا مشيت لميريكان ولا كذا، خدام في واحد لوطيل كادر في واحد لوطيل ما قاليش في ميريكان في لي زيتازوني. قلت له مزيان مزيان في لي زيتازوني مزيان والله الا مزيان وكذا وكذا. قال لي وانت؟ قلت له انا في المغرب. قلت له انا باقي في انا قلت له انا في المغرب. وقال لي مسكين. جاب لي الضحك باش قال لي مسكين. قلت له مسكين؟ لا المغرب راه زين وبخير وكذا. المهم نسيت انا هذيك الفلاش ديال المسكين بخير. انا تنهضر مع هاك صافا تدير كذا كذا زيتازوني كذا، وليت انا تنقول هذيك اللعبه كي دايره لي زيتازوني كي دايره كذا كذا. المهم ياك بخير هاني صحه لاباس كذا. هو يقول لي واش عند راه درتي شي وليدات؟ قلت له الحمد لله راه مجوج عندي ثلاثه الوليدات وكذا وكذا وكذا. قلت له وانت؟ قال لك لا لا انا ما تزوجتش. انا نردها ليه وانا نقول ليه مسكين. رديت لي هذيك اللعبه اللي قال لي ديال المغرب مسكين. كاشتي انت كاع مشيتي لستازوني وكذا واش من بعد؟ حتى الوليدات ما درتي وما تزوجتي ما شناش من معيشه. انا صراحه ما تنفضلش انني نمشي لستازوني وكذا واسميتو ما نتزوج ما ندير وليدات ما كذا. شنو هي الحياه بدون اولاد بدون خلف بدون؟ لان راه اهم حاجه في الحياه راه هي الخلف. هذا غير بين اسميتو عليه كملاحظه. وليت نقول لك قال لي ولا تيقول لك ولا عندك شي مراه ولا شي حاجه كتعرف شي كذا ولا كذا. قلت له لا حتى الزواج ما يمكن تدخل فيه. والمهم بقينا تنهضروا وكذا. في الاخر ولا تناقشوا على كذا القضيه العمليه اش دير في الخدمه اش دير. المهم اخوتي قلت لكم بقينا كملنا الهضره وكذا وتتناقشوا وكذا. ولا تيقول لك داير المغرب؟ قلت له المغرب زين، المغرب زين اللي يعرف اللي المعقول واللي يخدم بالمعقول وخدم بطارجليت وخدم وصبر. المغرب راه الا نجحتي في المغرب راه بخير والى اخره، احسن لك من 100,000 اوروبا. سمح لي على ازعاج ديال دابا. قلت لي راه المغرب راه النجاح في المغرب راه زعما لا يقتل بثمن. راه تنجح في المغرب احسن ما تنجح في اوروبا وتنجح في داك لان هذاك تيبقى نجاح مادي. الانسان راه النجاح راه خصو يكون مادي ومعنوي وديني وعائلي. وزعما النجاح راه كيف تنقولوا كومبلكس وتتكون من بزاف ديال المعطيات. ماشي انك تنجح ماديا صافي راه نجحت. ايوا المهم هي هذيك. قلت له ودي لا راه لان انا صراحه تحت لي فرص باش نمشي لاوروبا عده مرات ما بغيتش نمشي، لان عرفت بان راه انا كنت على يقين بان راه الا نجحتي في المغرب واستطعتي انك تكون زعما واحد بيتيت فورتين صغيره ماشي بالضروره تكون لاباس عليك
تكون عندك لنا الاستقرار، الاستقرار فاش تشوف انت مستقر وليدات مستقر وعندك زوجة بخير على خير، هذا هو اهم شيء في الحياة. راه ماشي اهم شيء في الحياة هو انك تقول راني مشيت للامريكان اولا مشيت لفرنسا ولا مشيت مشيت ليزيتازوني كيف قال لي هو، قال لك مشيت ليزيتازوني. وزعما نقول لكم صراحه والله الا تنعرف واحد الصديق ديالي حتى هو مشى لالمانيا ودار انجينيور في الالماني وكذا وخدم تما كنت تقريبا واحد باقي ما مجوش حتى هو باقي ما، لان الانسان هذيك نصيحه لجميع الناس اللي زعما تيفكروا انهم يمشيوا لبرا وشويه، الا عندك شي مؤهلات عمليه ومؤهلات حاول تنجح في بلادك، حاول تنجح في بلادك وكون عائلتك في بلادك وتنجح في بلادك. راه احسن حاجه هي تنجح في بلادك وتشوف ولادك تينجحوا في بلادك في بلادهم، لان هنا ما تيمشيوش ليك في بزاف ديال المنزلقات اللي هي. وكنت كاين حتى واحد من العائله عندي انا دا ولادو تما كاين صغار، ولكن يوصلوا ديك 8 سنين 9 سنين ولا تلاحظ بان شي حاجه ماشي هي هذيك، كانت داومو هي فرنسا ماشي حتى كنت نقولوا الميريكان ولا شي، داومو هي فرنسا ولاد اضطر فكر ولا ردهم دا اللي هذيك اللعبات الجنسيه وهذاك الشيء ولا ردهم. المهم هذا بين قوسين غادي يختلف معايا بزاف ديال الناس، وغادي وربما الناس اللي عندهم تجربه غادي يتقنوا من هذه القضيه هذه، غادي يتقنوا بان راه النجاح تيبقى نجاح مادي وصوري كيف تنقولوا، ولكن النجاح راه هو نجاح تاخذ من كل شيء من كل فن طرف. هذا من جهه نفوتوا بعدا البراج. ايوا هذا ما كان بالنسبه للموضوع ديال اليوم، انا حبيت نشارك معكم هذه القصه هذه ديال هذا الاخ اللي قلت ليه في المغرب هو يقول لي مسكين. ف بغيت نوضح لكم بان راه هو تيتحب ليه واش حيت مشى لامريكان راه قطع البحر ومشفور جديد، الور كو باقي هو رجع للمغرب وتيقلب على مرا وكذا كذا. ايه وبين قوسين بعدا حيت قلت له ودي زعما ما تحت لك فرصه للزواج وكذا وكذا، قالك لا راه تعرفت على بزاف وكذا، تعرف على بزاف تما، ولكن الانشغالات ديال الحياه تلاقى مع مغربيه تلاقى مع فينيزويليه تلاقى مع وحده، كنحاول كان تيبغي يتزوج ولكن تيلقى بان هناك مشاكل في سواء في العقليه سواء في لي بريوكيباسيون دوك اللي تنقول لهم حنا الاولويات، وكل واحد كل واحد واش نبغى من الاخر، بغى شي حاجه لا علاقه لها باللازم. يعني الانسان تتحب ليه واش النجاح هو انك مشيتي لامريكان نجحتي وتميتي جاي، هذيك الفكره مشات صراحه، مشات هذيك الفكره ما بقاتش. قد دابا شنو عندك، شنو وصلتي، شنو درتي في الحياه، شنو خليتي من موراك، وحتى هنا في المغرب واش دوك الوليدات شنو درتي بهم، واش وصلتيهم، واش ربيتيهم مزيان تربيه حسنه اللي خليو لك دعاوي مزيانين، واش يعني هذا هو بزاف ديال الحوايج اللي خصني ثاني يدير لها البال، ماشي يقول الانسان انا مشيت لاوروبا صافي راه نجحت. لا لا سمح لي بزاف الناس اللي مشاو لتما وبقاو مشاكل مع النساء ديالهم، هي النساء ديالهم بقاو معاهم مشاكل فاش مشاو لاوروبا ولا مشاكل بزاف بزاف بزاف، بقاو مشاكل مع بناتهم، بقاو مشاكل مع ولادهم. ما كاينش ندخلوا في الديتالي، الناس شويه حساس هذا الموضوع هذا، خليو كل لان كل واحد تتبقى تجربه معينه.